صباح الخير مشاهدينا أينما كنتم، نتمنى لكم يوم كله سعادة وفرح. صباح الخير سمية، حياكم الله في ثالث حلقات عيد الفطر المبارك من صباح بلقيس مشاهدينا، وما زلنا متابعين الفقرات المنوعة بمناسبة العيد. تابعونا مثل هذا الوقت دائما من السبت إلى الأربعاء، نلتقيكم يوميا في مواضيع منوعة ومفيدة. يسعدنا كثير أن نقضي معكم صباحاتنا مشاهدينا، وتسعدنا طبعا متابعتكم وتفاعلكم معنا. ومثل ما عودناكم حلقات العيد مختلفة، فقرات اليوم من صباح بلقيس بتكون معقولة الفقرات إيش يا سمية؟ في فقرتنا اليوم احتفالية فنية في تعز بالفنان الراحل أبو بكر سالم، وتقرير عن الرقصات الساحلية، ومن بعدها بناخدكم معنا إلى المهرة للتعرف على عادة عيدية خاصة بالمحافظة. وأيضا مع ضيوف الحلقة سنناقش موضوع صلة الأرحام وطقوس العيد بين الماضي والحاضر. أما سؤال حلقتنا لليوم هو ما أجمل لحظات العيد في طفولتك؟ مشاهدينا شاركونا إجاباتكم على البث المباشر الآن على صفحتنا في الفيسبوك في قناة بلقيس، وخلكم في القرب. حياكم مشاهدينا من جديد. عندما يغني أبو بكر سالم يحملك صوته كزورق على الأمواج، يرفعك تارة بالجواب ويهبط بك تارة بالقرار، حاملا قلبك إلى جزر النشوة والسلطنة والسعادة أيضا. فإذا كنت عاشقا فاستمع لأبو بكر، وإذا كنت مفارقا استمع لأبو بكر، وإذا كنت مغتربا استمع له أيضا. بالمختصر استمع إليه بكل الأوقات، ففي صوته تمازج في المشاعر يلائم قلبك في كل نبضة. ملك المسرح عن جدارة، وأبهر من وقف على خشبته منذ بداية تاريخ الفن اليمني. ملامحه اقتباسات من خارطة الوطن، ونبرة صوته خضراء كوديانها، شامخة كجبالها، صافية كخلجانها، ووقورة كتاريخها. وإجلالا لهذا الفنان العظيم أقيمت في منتزه التعاون بمدينة تعز فعالية فنية برعاية مكتب الثقافة وإدارة المنتزه، تخللت كوكتيل غنائي بعد التطرق إلى سيرة الراحل الفنية والوطنية، وأيضا رفعت صوره مع عبارات عن أشهر أعماله. ولد الفنان اليمني أبو بكر سالم بلفقيه في مدينة تريم التاريخية بحضرموت بتاريخ 17 مارس عام 1939، وتوفي في السعودية يوم 10 من ديسمبر عام 2017 بعد صراع طويل مع المرض. وما بين ميلاده ووفاته قدم مئات الأغاني التي انطربت بها أجيال متعاقبة. نسأل الله يعني أن يرحموا ويتغمدوا لما تركوا من هذا الفن، ونتابع جزء من هذه الفعالية في هذا الكليب. الفنان أبو بكر سالم طبعاً يعني رمز من الرموز اليمنية، وهذه الاحتفالية أنا بصراحة سعدت فيها إحياءً لذكرى. يعني ما تركه أبو بكر هو إرث حقيقي، وأظن أن إحنا مش حننساه نهائياً لأنه فن خالد فعلاً. وننتقل إلى الخبر صحيح التالي. القصة التالية وجهة أخرى أو وجه آخر من طقوس العيدية اليمنية، منبعها محافظة المهرة الشرقية، حيث يستمر كبار السن بتلقين الشباب والأطفال العبارات والقصائد حرصا منهم على الحفاظ عليها. تبدأ الطقوس من صلاة العيد صباحا، وحتى الأمسيات الشعرية والزوامل مساء، ويتخذ الجميع من بيوت كبار المنطقة
وجهة لهم لإحياء هذه الموروثات. تفتح البيوت أو تفتح البيوت أبوابها لاستقبال مجاميع الناس والترحيب بهم في العيد بالسلام والبخور وتقديم القهوة والأكلات الشعبية. كل هذه العادات تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى داخل حتى المحافظة الواحدة، وهذا ما تتميز به اليمن عامة من تنوع واختلاف. دعونا نتابع هذا التقرير. ما إن ينتهي هؤلاء من أداء صلاة العيد هنا في محافظة المهرة إلا ويبدأون طقوساً خاصة توارثوها من الآباء والأجداد. يحرص كبار السن هنا كل عام على نقل هذه الطقوس لأحفادهم عبر تلقينهم العبارات والقصائد خلال مشاركتهم الخطوات كما هو واضح هنا، ولتبقى حاضرة وحية من جيل إلى آخر. مثل ما قالوا أعمامي والذي قبلي من أهلي العقال، إن هذا موروث وتقليد شعبي تلقيناه أب عن جد أب عن جد منذ أن أتينا إلى هذه البلدة، بلدة الغيضة. ومن هنا تبدأ الطقوس الخاصة عقب خروجهم من صلاة العيد، حيث يتبادل الحاضرون العناق والتحايا والتهاني، ومن ثم ينقسمون إلى مجموعات وفخوذ قبلية حسب تسميتهم لها. يتقدمهم كبار السن ومن خلفهم الشباب والأطفال. يقوم أهالي المنطقة طبعاً بالتجمع في مكان معين أو نقطة معينة، ويبدأ بعدها بترديد الزوامل والمعروفة مع الإيقاعات الشعبية. تتوزع المجاميع والحشود لتمضي نحو منازل كبار المنطقة، وخلال ذلك يتم رفع الزامل بالشعر المهري يصحبه بعض الرقص الشعبي المتعارف عليه كالهابوت والكبارة الأكثر شهرة. فيها الأصالة والحضارة والقيم، عاداتنا موروث شعبي وانتماء، فيها الأصالة والحضارة والقيم، تاريخنا موقوش في سم الحصاء في سم الحجر، أمجادنا نفخر بها بين الأمم. خلال فترة العيد تكون البيوت في محافظة المهرة مفتوحة للجميع، وفيها الكثير من الأكلات الشعبية والبخور والقهوة التي اعتاد عليها المهريون في هذه المناسبة. أما في الليل فتقام الأمسيات الشعرية بالمهري والزامل العربي طوال فترة العيد. تختلف هذه العادات والتقاليد من مديرية إلى أخرى في محافظة المهرة، لكن السكان لا يزالون يتوارثونها جيلاً بعد جيل ويمارسون هذه الطقوس مع كل عيد. جميلة هذه الرقصات اللي شفناها في التقرير وطريقة التعبير عن مشاعر الفرحة في هذا العيد، وبصراحة اليمن فيها تنوع ثقافي كبير، ونلاحظ هذا يعني الاختلاف الكبير من محافظة لأخرى. أنا لسه ما زرت شبوة والتقرير خلاني كذا أتعرف عليها بشكل بسيط. التقرير كان عن المهرة، ولكن الشباب في طاقم صباح بلقيس يعطيهم العافية بيعملوا لنا تقارير جدا جميلة وبيسلطوا الضوء على كثير من العادات والطقوس اللي احنا ما كناش عارفينها زمان. ايوه ما نعرفها، وجميل انه بنحافظ عليها ونتوارثها جيل عن جيل. طيب، وما ان احنا نتكلم على العيد والزيارات، العيد هو المناسبة الأفضل صحيح؟ التي يستغلها الناس عشان يتواصلوا فيها مع أرحامهم وأقاربهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال في حديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، عليه الصلاة والسلام. لأن صلة الرحم والزيارات في المناسبات وخاصة الأعياد من أهم خطوات زرع المحبة والألفة بين الناس. صحيح، وفي اليمن لا يكتمل العيد إلا بزيارات الأهل والأقارب والأصحاب، ولكن هل ما زالت هذه الطقوس مستمرة بالشكل أو بالألفة القديمة اللي زي ما عهدناها؟ للحديث أكثر حول صلة الأرحام بين الماضي والحاضر والعادات المتعلقة فيه، نستقبل هنا في الاستوديو ضيفتنا الصحفية نبيلة سعيد.
سادة نبيلة كيف حالك؟ كل سنة طيبة، عيد سعيد وكل عام أنتم بخير. علينا وعليك بالخير والبركة إن شاء الله، وعلى بلادنا وكل وهو إحنا بنصل الرحم الآن يعني طبعاً شرفتينا في والله برنامجنا والله شرف حقيقة يعني. طيب خلينا نبدأ نتكلم على الاختلاف في أو نتكلم على أولاً على هذه الطقوس الموجودة من زمان. هو الشيء الجميل جداً بصراحة إنه اليمن زي كثير بلدان عربية وإسلامية محافظة على نوع على نمط جميل جداً، إنه إيش في العيد من تفاصيل، يعني تفاصيل مثلاً أيوة. الفتة الصباحية، الخبز، اللمة الصباحية هذيك بعد صلاة العيد أيوة. وبعدين زيارات أسرية متنقلة من بيوت الأرحام والأصدقاء والمعارف، والأطفال هذوم اللي بيدقوا الباب ويقولوا عيد سعيد وعسب العيد وهذه الحكايات التفاصيل الأنيقة هذه أيوة. ما زالت كل البلدان محافظة عليها خاصة اليمن، يعني في حتى في المحافظات تنتقلي هي حتختلف في الشك في بعض التفاصيل، لكن يظل في سمات معين اللي هو مثلا عسب العيد جميل جدا يعني أيوة. أنا بصراحة أحس إن إحنا لازم نحافظ على هذه لأن هي مصدر سعادة تفتح قسمات الأطفال أيوة يعني. فعلا بالأخص أيوة. الأطفال أيوة بالأخص الأطفال إنه يجيه كذا يعني حاسس العيد هذا ينتظره بشكل مختلف يعني. وعلى فكرة حتى مهما كان يعني مش شرط المبلغ يكون كبير ولا صغير، لا 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 حتى لو يفرح والله، حتى لو أخذت يده وحطيت كذا يعني بونبوني ولا أي شوكولاتة صغيرة كذا وقفلت على يده مباشرة يشعر بالسعادة. أنا كنت أعتقد أنه يمكن وصلت لسن ما عاد بفرحش بالعسل، لكن والله العظيم اني اعتسبت بالعيد وفرحت كاني طفله والله، استرجعت الذكريات قلت والله اني في ناس على فكره الان بداوا عن هذا في الان بداوا الان يكتبوا عن العسل يعني كانهم يقولوا لا هذه عاده لازم نحافظ عليها ان شاء الله. طيب انت ذكرتي استاذه انه مع اختلاف من محافظه الى اخرى، ممكن تكلمينا اكثر عن هذا الشيء بالنسبه للمحافظات اليمنيه؟ يعني مثلا في محافظات مثلا خلينا اقول عن تعز مثلا، تعز البكوريات عندهم جميلة يعني الصباح هذاك يعني مشرق يعني حقيقة، يعني يبدأوا مثلا ممكن قبل صلاة الفجر يستعدوا بالبخور بالأنواع الكعك الزبيب هذه الأشياء، ثم صلاة الخروج الجماعي للأسرة كاملة من كل المساجد عشان صلاة العيد، ثم العودة، ثم يعني حالة الفرح اللي تنتشي بين الأسر وهم ينتقلوا من حارة لحارة ومن كذا، ثم تلاحظي يخفض قليل يعني الساعة 11 صباحا يكون قد هدأ الجو ثم يعود مرة ثانية وقت الغداء، الكل على سفرة واحدة يعني الأسر الممتدة كلها تجتمع على سفرة واحدة، ثم بعد كذا غداء، بعد كذا تبدأ زيارات عصرية ولا خروج للحدائق. في تعز مثلا اليوم الأول هو يعتبر يوم أسري يعني للأسر الممتدة، اليوم الثاني يكون أصدقاء معارف وكذا ورحلات، واليوم الثالث هكذا. لكن ممكن في صنعاء يختلف الوضع يعني يختلف مثلا، لأنه أيضا أنا عشت في صنعاء فترة أحس صنعاء هكذا يعني صنعاء زيارة أسرية يعني للأسر القريبة جدا من بعض أيوة. في فترة الصباح هذه والظهيرة أيوة. بعدين خلاص كل أسرة يعني وحدها، لكن زيارة الأرحام فيها نوع من يعني المسؤولية العالية يعني لازم يزور عمته خالته يعني هكذا أيوة. طيب إيش هي مثلاً العادات اللي المرتبطة بزيارة الأرحام اللي ممكن نقول إن إحنا نحافظ عليها ونركز عليها بشكل كبير إلى جانب العسب اللي أنت ذكرتي؟ أيه أيه. في حاجة جميلة جداً يعني أنا شفتها يعني خفتت واللي هي زيارة الذكور للإناث. يعني ليش أقول الذكور للإناث؟ لأنه أي أنثى عندك في الأسرة مفترض لها اهتمام خاص، مش أنا تحيزاً أيوة. لا، لأنه أنت لما تصل رحمك أختك عمتك أمك خالتك قريبتك بنتك يعني هذا النوع يعطي يضفي نوع من الإحساس إنه في حد يطمن، بعكس يعني العكس مختلف نوعاً ما. يعني أنت لما يتصل أخ قريب يكون في شعور مختلف يعني صحيح. هذا مفترض انه ما ينتهيش في الأسر اليمنية حقيقة، لأنه يشعرك إنه كيف أنت معيد وأنت ما سلمتش على خالتك ولا عمتك ولا أمك ولا أختك ولا يعني هذه تظل في الانتظار، يعني زي ما يقولوا خانة الانتظار، تظل الأنثى تنتظر هذا العيد يعني بهذا السمت بهذا الاتصال ولا الاطمئنان، له صراحة مذاق مختلف حقيقة. طيب أستاذة نبيلة يعني هل اختلف الوضع الآن؟
أم أنه ما زالوا الناس محافظين على هذه العادات؟ يعني هو يمكن في وعورة في الموضوع، يعني أصبح في شق في مشقة يعني. أيوة. لكن أشعر حتى رغم المشقة زي ما يقولوا، وإن كان في شيء لازم يعني نضرب في الجدار حتى يظهر نور هكذا، يعني العيد محافظ برغم وعورة الطريق في اليمن أنه يكون العيد له بسمته الخاصة. يعني إلا ما في عيد في اليمن، ما تقدريش تقولي ما فيش، لكن مختلف بالإمكانيات، مختلف بالكمية، مختلف بمثلا الناس كانوا يعيدوا 5 أيام، الآن يعيدوا ممكن يومين 3 أيام. يمكن يكون اليوم الأول هو أكثر يوم في بو فرح وانتشاء وذهاب وإياب وفي بو بهجة، بعدين يخفض قليلا. لكن ما زال العيد موجود مغروس في القرية، في العزلة، في المدينة، في أي محافظة موجود. يعني خاصة الأطفال هذو مكان اللي يقروا في كل مكان. هذه اللحظة هي اللقطة اللي مفترض اليمن تحافظ عليها، وهي فعليا ما زالت تحافظ عليها. طيب بخصوص الأوضاع الاقتصادية الحالية، أنت تظني أنها أثرت على زيارة الأرحام بشكل من الأشكال، ولا ممكن نقول أنه نتركها وما لها علاقة وأن إحنا نزور الأرحام وخلاص؟ يعني هو شوفي الطريق. هو صح، يعني صراحة سؤال مهم جدا. ليش؟ لأنه إما أنك تستسلم للظروف الاقتصادية الشديدة هذه وتقول أنا ما فيش معايا عصب عيد، ولا كيف أزور الناس ما فيش معايا هدية، وكيف أصلاً أروح أزور وأنا ممكن أنا ما جهزتش نفسي مثلاً، مثل هذه الأشياء اللي تأتي يعني. لكن خليك محافظ أنه لازم تعيد على الآخرين والناس يعيدوا عليك حتى ولو كانت ظروفك صعبة، لأنه إذا إحنا استسلمنا معناته أن إحنا حنحرم أنفسنا. وأساساً العيد هو حالة نفسية، ما لهش علاقة بالماديات. إحنا أصبحنا نهتم بالماديات كثير لأنه أصبحنا نعطيها مساحة من التفكير، نحرم أنفسنا الفرحة بأيدينا يعني بأنفسنا يعني. ممكن أنت من بأبسط الأشياء ممكن تعيد، بأبسط الأشياء ممكن تعايد، بأبسط الأشياء ممكن تزور وتتصل. بس أستاذة، يعني أعرف كثير من الناس، يعني في أشخاص أصبحت بينهم قطيعة بحجة إنه الوضع الاقتصادي متدهور، وأصبحت بينهم يعني هذه الفجوة الكبيرة، يقولك أنا ما أقدرش أزور أختي، ما أقدرش أزور عمتي، ما أقدرش أزور خالتي، لأنه أنا ما أقدرش أدخل فاضي، لأنه ارتبط الموضوع بالأمور المادية. كيف نقنع الناس إنه والله صلة الأرحام لها معنى أكبر وأعمق، ما لش دخل بالأمور المادية؟ هو شوفي، هو يمكن إحنا ما حاولناش، يعني حتى اللي يقول لك هذا الكلام هو ما حاولش مثلا انه يتصل. طيب انا ما اقدرش ازور، طيب يتصل، طيب زور في الحديقه، ضروري تزور للبيت، قول ايش رايكم نتجمع في الحديقه الفلانيه. يعني هناك بدائل، في بدائل. ايوه، احنا اساسا يعني نعمل لنا يعني تضييق كلوز للتفكير، وما نقدرش نحرر مساحه التفكير ونشوف الخيارات والبدائل. يعني البدائل رساله واتساب، الاتصال تلفوني، البديل مثلا انه هديه بعد فتره، كنت عامل حسابك في الهديه بالعيد بعدين رسلت لها. يعني اي حاجه، يعني اي شيء، يعني هو برضه كمان لازم نتناقش مع اللي احنا متصالحين معاهم كيف ممكن نوسع دائره البدائل في العيد. رائع جدا فعلا. موضوع صله الارحام هو موضوع ايضا له اجور وله ثواب للي يحافظ على هذه العلاقات الاسريه. صحيح. الى جانب الفوائد الكثيره اللي ترتب عليها. طيب احنا لو حافظنا على هذه العاده الجميله، ايش ممكن ينعكس على المجتمع عشان بس يعرفوا الناس اهميه هذه العاده الجميله اللي نحافظ عليها؟ اخوي شوفي، هو يعني انت حتحتاج امكانيه نفسيه وامكانيه ماديه وامكانيه يعني حتى إمكانية على مستوى الوقت وكذا، لكن أنت حتعمل محاولة للردم اللي حاصل في المنسيق المجتمعي. أيوة. اللي بدأ يتضرر، خلي إحنا نكون كذا صراحة، بدأ يتضرر، وبالتالي أنا أحتاج إنه يكون لي مساهمة فردية. يعني أنت شخص في المجتمع يمني محسوب على اليمن، محسوب على المجتمع اليمني، كنت في أي محافظة كانت، أنت إيش المساهمة اللي قدمتها كشخص عشان تعمل استيعاب لهذا النسيج، الحفاظ على الكيان المجتمعي. الحفاظ، أيوة، لأنه خلينا إحنا نقول في أحسن حالات اليمن هي نسيجها المجتمعي، إذا كان ملتم فهي في أحسن حالاتها. في أكثر من كذا بتبدأ أشياء صعبة جدا لا نقدر نتعايشها ولا نعيشها حقيقة يعني. فعلا، وحتى انه موضوع زياره الارحام بينعكس عليها على الزائر نفسه، مش بس على اللي يزورهم. يعني هو يشعر بالفرحه باللمه. فعلا العيد لا يكتمل الا بالزياره. زي هي كانها محطه،
المحطة هذه تعمل لك زي الوقود وبعدين تواصل مرحلة ثانية. ممكن أيضا حتى تفتح مدارك اللي حولك، اللي زي ما تفضلت إنه ما قدرش يفكر إنه يروح يزور لأنه عنده إشكالية. لا، في أحيانا تتفتح مدارك الإنسان ويبدأ يفكر بطريقة مختلفة، ويكون العيد هو السبب حقيقة يعني. وأصلا يعني مش أقول ذلك، ولكن للأسف إنه أصبح العيد مناسبة لزيارة الأهل فيما بينهم. في ناس كثير يجلسوا طول السنة أصلا ما يشوفوش بعض، فما معهم إلا هذا العيد. كمان إذا أصلاً ما متزاورش فيه معناته ما عاد بيشوفوش بعض ولا. فالعيد هي مناسبة لتصفية النفوس والتقارب والألفة، هذه اللي كنا نشوفها زمان وللأسف غابت الآن مع عجلة التطور وكذلك الظروف الاقتصادية والوضع الحاصل. إحنا كمان برضو إحنا نحطها في محطاتنا خلال السنة عشان إذا إحنا ما حافظناش عليها أقل حاجة الأجيال القادمة تحافظ عليها بطريقة، يعني زي ما إحنا جبنا أبو بكر سالم وعيشناه في تعز مثلا، فعلا ممكن زي كذا الفعاليات نعكسها في اي مكان اخر ان شاء الله باذن الله. شكرا لتواجدك معنا الصحفيه نبيله سعيد. انا سعيده، وكل سنه وانتي طيبه مره ثانيه ونورتينا في صباح الله القيس. الله يسلمكم يا رب. الله يسلمكم. اذا مشاهدينا نذهب الى تعز، وهكذا قضى ابناء تعز اطفالا ورجالا ونساء العيد ببهجه وفرح ورسم على وجوه الاطفال. حاول الكثيرون عيش فرحه رغم منغصات الحرب والحصار الذي يحيط بالمدينه، لكن روح الحياه التي يتمتع بها ابناء المدينه دفعتهم لخلق عيد لهم مهما كانت الظروف. دعونا نتابع هذه الجوله مع مراسلنا علاء خالد. مع ما تعانيه المدينة من أزمات وحصار، يستقطع المواطنون هنا لحظات من السعادة لعيش تفاصيل هذا العيد. نتواجد هنا في أحد متنفسات المدينة لننقل لكم هذه الأجواء. بداية إيش اسمك؟ محمد. طيب يا محمد، كيف العيد معك؟ تمام، العيد سابر. تمام ولا مش تمام؟ تمام. تمام ولا حلو؟ حلو. طيب إيش الحلو في بوه؟ كل حاجة. بالتحديد إيش الحلو؟ العيد اقل فرحه، عيد فرحه والكسوه وال. طيب حصلت عواد ولا لا؟ ايوه. طيب لو قلت لك قبل نص باقي بلا. طيب قبل عيد مبارك وسنه طيب. العيد والله كالعاده يوم عادي، يعني نحن افتقدنا رمضان بمرور رمضان. نلتقي الان باحد المعروف عنهم في مدينه تعز بشقاوته الجميله، سام البحيري. سام، كيف يمكن القول عن عيد الفطر هذا العام؟ أولا من العايدين يا قلبي ويا روحي، اليوم عيد الفطر ابتسامة أخرى تضاف إلى رصيد هذه المدينة. الأطفال الكبار مع الصغار، الكل يبتسم، الكل يضحك. الظروف الاقتصادية تحاصر المجتمع، لكن المجتمع يصنع الفرحة من تلقاء ذاته. المجتمع يرفض أن يجعل العيد مثل العزاء بفرض الحصار والحرب. كيف حالك؟ اسمك؟ محمد بدر. محمد، طيب يا محمد كيف العيد معك؟ الحمد لله مليح. العيد حلو ولا خيبة؟ مليح. مليح ولا خيبة؟ مليح. طيب خيبة ولا مليح؟ مليح. طيب ايش الحلو فيكم؟ خيبة ولعب وكله. كيف فيكم كله؟ فيكم كل حاجة. طيب حصلت عوادة ولا لا؟ اه. كم حصلت؟ 2000. أكثر ذكرى تتذكرها في العيد؟ العيدية ولا الزيارة ولا الطماش ولا إيش بالضبط؟ العيديات ما بين انتقالنا ما بين المدينة لزيارة أهلنا داخل الريف، كمان موضوع العيدية اللي كنا نستلمها أو عسب العيد، فهذه الحاجات كانت تحمس إحنا للعيد بشكل لا نتصوره. تتذكر موقف عسب العيد ضاع عليك مثلا بعد ما جمعته كامل ضاع؟ أيوة، حصل مرة كذا جمعنا لي كذا، وكان الموضوع إنه في بيشلوا إحنا مسدسات من حق هذه كالأوتوماتيك وكذا، فجبناها لواحد و ضاع عليكم. عيدك مبارك وان شاء الله العيديه مع الضعش خالص. ان شاء الله. العيديه والله ما اقول لك الا خير، عاد انا خرجت من جيبي، هذا اللي يجيب للناس عيادات. طيب وانت صغيره كنت تلاقي عيديه؟ ايه كثير، كنت ما اخلي بيت الا اروح اطلب عيديه، اروح شنطه حقي من الان. طيب ايش اجمل حاجه بالعيد؟ والله اجمل حاجه بالعيد كذا اللمه وكذا الناس اللي لبسوا جديد ويخرج اجواء العيد. اسمك؟ الحمد لله. انا ايوه عبد الملك. اسمك؟
عبد الملك. عبد الملك، طيب يا عبد الملك كيف العيد معك؟ أبي أمشي حالي. كيف مشي حالك؟ حالي. حالي؟ إيش الحالي فيبو؟ وجود هذا الشخص. يعني صعب قوي. أحرجك. تعال 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 اجلس. أنت كيف العيد معك برضه؟ تمام حلو الحمد لله. إيش الحلو بالعيد؟ حلو حلاوة الناس، حلاوة يعني كذا يعني تخرج أنت وهذا شلتك أصحابك حلاوة كذا غير كذا ما. طيب شفت إنه قال هو العيد حلو لأنك موجود وأنت ما قلتش عكس. لا لا طبعاً حلو إنه موجود. طيب عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير وصحة وسلامة يا رب. التفاصيل العيدية من قبل والآن نفس بعض ولا مختلف؟ مختلف لأنه يعني كان زمان يعني الفلوس كان حقنا فلوس والآن الفلوس ولا تجي ولا شيء يعني أكيد مختلف. كيف العيد معك؟ العيد معي زي الزفت. ليش كذا طيب؟ بابا احنا كاد ما فيش ترفيه، ما فيش اماكن حلوه، ما فيش. لو كان مفتوح الطريق واحد يسافر واحد يخرج الحوبان يرجع هذا كنا بني فرح بتكتمل الفرحه. اما كذا كحصار كمدينه مغلقه فرحة يعتبر ربع فرحة حتى ماش حتى النص. بإذن الله تكتمل فرحتك ويكون العيد عيدين. عيدك مبارك كل سنة طيب. إذا مشاهدينا الكرام هذه هي أجواء هذا العيد هنا في أحد المترزات داخل المدينة، جميعهم تختلف آراؤهم وتبقى الفكرة الأولى التمسك بهذه الفرحة رغم كل المناغصات. على خالد لبرنامج صباح بلقيس تعز. شكرا للشباب اللي اخذونا لليمن، مراسلينا طبعا في اليمن اللي اخذونا هذه الاماكن علشان نشوف العيد في اليمن وما زالت الناس فرحانه وتحتفل في العيد. صحيح، وهذا اللي يميز تعز انه روحها دائما تحاول انها تقاوم الحصار والظروف اللي نمر فيها. تقرير فعلا رائع جدا ونقلنا الى اجواء العيد وحبيت انهم يتكلموا على تفاصيل كيف عصب العيد كيف كان يصرفون. انت كيف كنتي تصرفي عصب العيد يا وديان؟ بصراحه كان يعجبني اجمع. أيوة. وبعدين بعد العيد لما يكون معي مبلغ كبير اشتري حاجه مثلا نفسي فيها ما قدرتش اني ادفع سعره في الايام العاديه يكون مبلغ كبير يتجمع. حلو. طيب للعيد نواصل ايضا، احنا لازلنا في مواضيع العيد وللعيد نكهه مميزه تمنحنا احساسا رائعا لا يمكن ان يولد الا في العيد وعند سماع تكبيراته التي تصدح بها المآذن. في العيد يشعر الجميع انهم اطفال وان فرحه العيد في قلوبهم لم تزل طازجه رغم التقدم بالعمر زي ما يحصل لي أنا يعني. فرحة العيد هي قائمة في قلوب الكبار والصغار، تختبئ طوال العام وتستيقظ ليلة العيد لتتسرب إلى كل خلية في الجسم وترسم عليها ضحكتها. وعندما نتكلم عن ذكريات العيد أيام زمان ستبقى كحكايات لا ينقصها العمر، تمر من كل الأزمنة ذكريات جميلة جمالها هذا لن يتكرر. دعونا نستعيد بعض هذه الذكريات الجميلة، وزي ما وديان ذكرت بعض التفاصيل الجميلة حول العيدية، أنا كنت لما أجمع العيدية وديان كنت أصرفها في الحدائق والألعاب ولا أحياناً أجيبها عند أمي وبعدين أنا ما أعرف إن راحت علي هذه العيدية. يجلسوا يقولوا لنا بنجمع لكم يجمعوها فعلاً؟ بس فين؟ كيف؟ ليش؟ لليوم هذا السؤال اللي حير العلماء. وهذا اللي طبعا في عادات كثيرة في اليمن تتميز فيها، لكن هل في فارق فعلا ما بين العيد اليوم والعيد زمان؟ هل في اختلاف كبير ما بين الأجيال القديمة والأجيال اليوم؟ على حسب ما ينقلوا لنا الأهل يعني صور العيد، وحتى في رمضان أعتقد أن الأسواق كانت مكتظة والناس تحاول أن تحتفل وتشتري وتكتسي. اليمنيين العيد عندهم حاجة يعني
مقدسه، ما اعتقدش انهم ما يقدروش يفرحوا. طيب رغم كل اللي حاصل. نتكلم على موضوع العيد زمان، ونستضيف معنا عبر الزوم من صنعاء الدكتور عبد الوهاب نصر، وهو اكاديمي وطبيب واستشاري اول انف واذن انف وحنجره. اهلا وسهلا وصباح الخير دكتور عبد الوهاب. معلش انا غلطت في التعريف. كل سنة وانت طيب دكتور عبد الوهاب. اهلا وسهلا بكم، كل عام وانتم طيبين، تقبل طاعتكم وانت بصحة وسلامة. وانت بصحة وسلامة. احنا جايين نتكلم معاك على قطع قليلا يعني. تسمعنا؟ اسمعكم نعم. طيب بس الصورة لا يعني لا شاهد الصورة من عندك. طيب اهم شيء انك تسمعنا، وممكن تحكي لنا على ايش هي ابرز الطقوس اللي تميز العيد ايام زمان دكتور عبد الوهاب؟ والله الحقيقه في ذكريات في الطفوله، وانا ساتكلم عن منطقتي انس حيث كنت في هذه المرحله في الطفوله في هذه البلده. وكانت طبعا الطقوس يعني ليست كثيره، ولكنها كانت تجلب لنا الفرحه. واول هذه الطقوس مع بدايه شهر رمضان نبدا في جمع الحطب لما يسمى المشعيل، وهو عبارة عن كومة من الحطب جمعناها طوال الشهر. وفي ليلة العيد احنا يعني بحضور اللي موجودين في كلهم نشعل هذا العيد او المشعيل. فكنا نذهب ونجتهد اجتهاد غير عادي في جمع هذا الحطب من اماكن متفرقة وبعيدة، وكان كل واحد يجمع الحطب ويأخذه إلى البيت. فأثناء ما كنا نجمع الحطب نقول أين فرق العيد، سمن ولا صليط، ماشي كسرنا الباب، ما هو من حديد. فكل واحد يجمع كم ما استطاع يعني، كنا نتفاخر جدا، أنت كم جمعت وأنا كم جمعت يعني. كانت الحقيقة يعني حاجة صعبة جدا وشاقة، لأنه الأشجار زمان كانت قليلة، وكنا نجمع أكثر شيء كان شوك، أكثر عبارة عن أغصان ناشفة شوك، و كنا نجمعها بصعوبة بالغة يعني. كان في اليوم الواحد يعني يلا بالكثير نجمع كومة صغيرة جدا، وبعدين نجمعها في النهاية كل واحد يجمع بيته، بعدين نروح لكل بيت. أين فرق العيد، سمن الله صليط، ماشي كسرنا الباب ومن حديد. كل واحد يجيب حقها اللي قد جمعه. أيوة. تمام. ونطرحها في، كان عندنا في القرية ما يعني ساحة أو هكذا يعني شوية وسيعة، البيوت حيطة من كل جهة اسمها الصلبة، وكانت أيضا تستخدم بعد السراب يجمعوا فيها الحبوب ويعملوا لها يعني يدرسوها يسمون المجرى. فكنا نجمع في هذه المنطقة في وسط الساحة هذه في مصر الصلبة هذه، كنا نجمع الحطب. وكل ما كان المشعيل أو كمية الحطب كبيرة جدا يعني نعملها زيارة هرم بالضبط، هرم. فكنا نفرح يعني أنها تكون كبيرة جدا. أيوة. بعدين في المساء إذا صح أنه فعلا عيد تجتمع القرية كلها حول هذا المشعيل، طبعا الرجال والأطفال أما النساء في البيوت، ونبدأ بالطقوس إشعال هذا المشعيل، نضرب النار في المشعيل هذا، وتبدأ يعني الطبول، نضرب الطبل والمرفع والطاسة، نعمل برع، نبترع نبترع طول ما المشعيل لا زال يشتعل. كانت أيام جميلة أذكرها لحد الآن يعني، كنا سعداء جدا جدا سعداء عندما نرى المشعيل أو النار هي تلتهم الحطب اللي جمعناه، ويعني كانت فرحتنا لا توصف، خاصة يعني نشوف إحنا الأولاد اللي إحنا جمعناه ونشوف حقنا النتيجة، إضافة إلى ذلك إنه كان الفرحة تعم الوجوه الموجودة، يترعوا، وكان أي واحد يعني من القرية يضرب الطاسة أو المرفع عادي جدا، ما كان فيش عندنا تكاليف يعني مش مكلف، أي واحد يقدر يضرب المرفع والطاسة عادي جدا، ويقوموا بالبرع. وكنا أيضا نلف وندور حول المشعيل هذا، كانت يعني حاجة راقية جدا وكويسة إنه كان أهل القرية كلهم يجتمعون. هذا أيوة في يوم العيد. لكن في يعني أيام أصحاب القرية يسافروا إلى أقرب سوق يشتروا فيها الأشياء اللازمة العيد، من تمر وزيت السمسم، لأنه زيت السمسم لازم يطبخوا فيه أيام العيد ما يسموها الزلابية أو باللهجة
في أنس الشغاشغ اسمها، هذه كانت أجمل ما تتخيلين من أكل في الصباح. يقولون هذه الشغاشغ أو تسمى الزلابية، طبعا بدون أي إضافات، فقط يعني عبارة عن طحين دقيق، ما فيش فيها لا فيها لا يضيف عليها لا سكر ولا يضيف عليها لا عسل ولا شيء، تأكلها كذا طازجة وجميلة جدا جدا. فهذا يسمى يوم المكسرة. اليوم الثاني يسمى يوم الذبائح قبل عيد يوم، هذه يسمى يوم الذبائح، يعني يصيروا القرية كلها أو قريتين يشتركوا في شراء ثور كبير ويقسموه أقسام، يعني أربع أنصاف أخماس أسداس أثمان وهكذا، وكل واحد يعني على استطاعته يأخذ. طيب دكتور عبد الوهاب، ممكن تحكي لنا عن يوم كامل تقضيها الأسرة في منطقتكم، يعني كيف تقضيه من الصباح الى المساء في اول نهار العيد؟ هذا ما كنت اشتي اجي له، يعني هذا ما كنت اجي له، يعني تفضل. يوم الذبائح هذا، ايوه يوم الذبائح هذا لازم يذبحوا وكل واحد يتعشى في بيته اذا كان رمضان، ويتغدى في بيته اذا كان يعني عيد الاضحى المبارك. فبعد ما يعني احنا عملنا المشعير وارتحنا وتغدينا او تعشينا، كل واحد بعدين يذهب الى البيت وتملين الفرحة والسرور على أساس اليوم الثاني حنلبس الملابس حق العيد الجيدة. طبعاً كانت حياة الناس بسيطة جداً، كان أكثر اللبس من اللون اللي يسمى الأمريكي أو القماش الأبيض الغليظ. أما إذا لو الطفل حصل على زنة مقلم مخططة، هذا كانت هي يعني مليونير أكبر شيء، يعني كانت حاجة راقية جداً، يروح يفتخر في الأطفال شوفوا حق الزنة ويفردها يشوف كيف. المهم كانت حاجة كويسة. طبعاً اليوم الثاني نحن نقوم الصباح، القرية كلها تروح إلى قرية كانت عندنا فيها يعني محل وسع كبير جداً، يجتمعوا من القرى المجاورة كلها يصلوا صلاة العيد. بعد صلاة العيد خلاص يتعاودوا بنفس المكان ويبدأوا بالبرع والزوامل، ويذهبوا إلى منطقة يعني قريبة في نفس اللحظة، يعني واحد أو اثنين يبدأوا ينشئوا زامل من نفسهم، وبعدين يجتمعوا يقربوا يعني ثلاث صفوف وثلاث جماعات، وبعدين لا قريب الظهر يصلوا لمكان يتنصعوا، يعملوا نصع يعني أو معناها قنص، يعملوا أي حاجة يقنصوا عليها، فكل واحد يؤدي دور يعني. بعد ذلك احنا نروح البيت طبعا هلكا نتغدى، و يتبدا بعد الغداء الزيارات العائليه، يعني الاخ ولا الاب ولا يزور المكارم حقه اذا كان مع لحم الدالها، واذا ما فيش يعني اقصى حاجه كان يعطي تمر، والتمر هذا فيه شويه جلجلان، وهذه كانت الحلوه حق العيد الاساسيه، غيرها ما كان فيش. طيب دكتور عبد الوهاب، انت تحكي عن تفاصيل جميله ورائعه يمكن في قريتك، وكثير من القرى تشترك بتفاصيل مختلفه، هل ما زالت موجوده الى الان هذه العادات؟ والله للاسف يا اختي الكريمه، انا تواصلت قالوا خلاص للاسف، اول مشعيل هذا انتهى من حوالي 40 سنه ما عاد يعملوش، لانه الناس يعني بعدين تحول الى انه واحد يعمل مشعيل في 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 سقف البيت، يعني يعمل اما قراطيس او يعمل شويه تراب مع غاز مع كيروسين ويشعله، يعني كان تشوف البيوت كلها في المساء تشتعل، لا بس المشعيل الجماعي هذا انتهى. وباقي من العادات انه يخرج دوره فعلا، لانه كنا نجتمع في اليوم الثاني، تجتمع القريه كلها في ديوان اسمه ديوان المسجد، يخزنوا يبترعوا ويعملوا هيدانيات، وفي المساء نعمل تمثيليات كويسه، يعني كان في بعض الناس عندهم ظرافه في التمثيل ايضا في اضحاك الناس. أيوة. وكنا يعني نقضي ليله ثلاث عدد في انس للقريه كلها، كانت متضامنه، يعني كان كل الناس يشعرون انهم واحد. طبعا زيارات العائله زي ما كلمت كانت تتم في نفس اليوم او اليوم الثاني، لكن الناس اللي عندهم اقارب بعيده او يعني ارحام بعيده كان يسير لهم بعد يوم او ثلاث يزوروهم الى المنطقه هذه. فكنا احنا يعني ننتظر خالي بفارغ الصبر انه يجي، لانه كان يجي ويجيب لنا يعني تمر ويجيب لنا بعض الاشياء، وافضل ما كان يعطي كانت جد حلوه، يعني كان يجيبوا يعني ثوره، يسموها الثوره او ما يسموها، عبارة عن وعاء من يصنع من العاه، يحط فيها بيض مسلوق
ويحط فيها تمر، ويحط فيها لحم منشف، ويحط فيها يعني ايضا ريحان وغير ذلك، يجي واحنا نرتاح جدا بوجوده. فالحقيقه كانت جميله جدا، كنا نشم على من طرف القريه على اساس الروائح الجميله اللي في الريحان هذاك الجميل. وهذا تقريبا اكثر ما كان يميز العيد عندنا. تفضلوا. طيب دكتور عبد الوهاب، شكرا على هذه المعلومات او هذه الحكايات اللي نقلتنا فيها نحو يعني فتره زمنيه جميله فعلا. اخذنا يعني القريه والله صحيح، يعني هذه الاشياء اللي انت ذكرتها احنا ما شفناها، بس وهي يعني ما مش موجوده حاليا، لكن فعلا كانت طريقه جميله للتعبير عن العيد احنا عشناها. ايوه اخر يعني في اخر يعني عاشر العيد تجتمع القرية كلها بالمرافع والطاسة ويسيروا يزمروا لا يعني للطرف أقصى منطقة في القرية، يقولوا خلاص نشروا العيد، يعني أنها انتهى العيد خلاص، كل الناس ترجع لعملها وانتهى العيد. رائع جدا دكتور عبد الوهاب، وشكرا لتواجدك معنا في صباح بلقيس، وشكرا على هذه الإطلالة الجميلة، وكل سنة وأنت طيب وبصحة وسلامة يا رب. الله يحفظك. رائع جدا هذا فعلا التفاصيل البسيطه اللي كان يعملوها، وفعلا اليمنيين دائما ما يحاولوا انهم يخلقوا البسمه من اسهل الاشياء، وزي ما ذكر على البساطه في الاحتفال وطريقه التزاور والفرحه والرقص والبرع، يعني هذه من التفاصيل الجميله. بس المحزن انه قال الدكتور انه هذه التفاصيل اختفت مع الوقت، يعني سبحان الله، يعني هو من جيل إلى جيل له طريقته في الاحتفال، ولكن إن شاء الله يتم الاهتمام بهذه يعني الموروثات الثقافية، ومنها تعتبر من الفلكلور. صحيح. نتكلم أيضا على الرقص. نذهب إلى الفلكلور الآن، ولكن الخاص بالرقص اللحجي والشرح والزفنة والمركح وغيرها من الرقصات الساحلية التي تتميز بها بعض المحافظات الجنوبية والشرقية، والتي تلاحظ تأديتها اقتباسا من البيئة الساحلية من حيث الخفة اللي تشابه المشي على الرمل عفوا، وتمايل الراقصين كتمايل امواج البحر، يعني جميل، وتؤدى بطريقة معينة ولبس خاص من الموروثات الشعبية اليمنية، ولا يختلف رقص الرجال على النساء كثيرا الا من الحركات والتمايل التي يختص بها كل منهم. يمثل الرقص لدى اليمنيين ثقافة مرتبطة بعاداتهم وطقوسهم وتضاريسهم المختلفة، ويحضر في كل المناسبات والأفراح المتنوعة لليمنيين. لمعرفة تفاصيل أكثر نتابع هذا التقرير. لكل منطقة يمنية نوع مختلف من الرقصات التراثية الشعبية، تماماً كما يمثل الشرح العدني والزفنة والمركح واللحجي والدحيف المدن الساحلية كعدن ولحج أبين. التضاريس اليمنية أنتجت مخزوناً من الفن والأزياء التي دمجت لتمثل صورة فنية متكاملة، ففي عدن وأبين ولحج تشتهر رقصات شعبية تؤدى بشكل خاص ويلبس فيها نوع فريد من الأزياء. كل رقصة طبعاً في أي محافظة أو في أي منطقة في لها زي محدود، يعني كما الشرح العدني في أيام أول، يعني في أيام زمان، والذي هو معوز أو فوطة بالأصح، فوطة وشميز وكشيدة والكوفية الزنقباري، ولا أيضاً يعني زمان نقول الرقص البدوي الذي هو يعني للبدو، معوز والشميز والكشيدة. الرقصات الشعبية تستمد بعضها من عادات وتقاليد الصيادين في موسم الصيد كرقصة الدحيف في أبيان ورقصة الليوة في عدن، كما تشتهر رقصة الشرح كأقدم الرقصات الفلكلورية في محافظات عدن ولحج وأبيان، وتؤدى في الأفراح والمناسبات وتتميز بسرعة إيقاعاتها أو بطئها. طبعاً نحن كفرقة شباب كريتر نحضر مناسبات حفل تخرج أو أفراح شعبية واحتفالات مناسبات بأي كان شكلها، يعني مقايل أو عرسان في الشوارع، كما نقول نحن عروس في الشارع صلحوا له حنا فرقة، أو في حالة زفة زفاف دخول زفاف.
الرجال والنساء رقصة الشرح بشكل منفرد أو جماعي على طبلة الهاجل والمراوس، كما ترقصها النساء بالدروع والمقارم التي تسمى في بعض المحافظات الجارجيت، وتنفرد النساء برقصة خاصة تدعى الزفنة والمركح في لحج وأبيان. يرقصن الزفنة بوضع الجارجيت على رؤوسهن وتغطية وجوههن والتمايل مع الأنغام البطيئة، فيما يعتمد المركح على توحيد الخطوة والرقص الثنائي. تتميز الرقصات اليمانية بتعدد ألوانها واختلاف ألحانها وأوزانها، وتثير في كل من يشاهدها الرغبة في الرقص والتمايل حتى إن كان لا يجيد الرقص. طبعا نتحدى اي حد نفتح له اغنيه لحجي وما يهز او ما يحس انه ينفسه يرقص. فعلا حتى اللي ما يعرفش يرقص يعني فعلا الشرح خاصه يخلي الواحد غصب عنه. يعني الرقص يعني احلى شيء في الرقص انه دائما مرتبط بكل زياراتنا واي جماعات، بالاخص احنا البنات لما نجتمع ضروري يكون في معنا فقره هي فقره الرقص. على فكره الرجال رجعوا ينافسوا الان وحتى حدثوا رقصه الشرح واضافوا لها بعض الحركات يعني. والجميل انه كل منطقه لها طريقتها في الرقص، والتقرير يعني وضح لنا بعض هذه التفاصيل الجميله اللي تعرفنا فيها على هذه الرقصات الشعبية. تقرير جميل يعني، وأنا سعيدة جدا بهذا الفلكلور اللي عندنا في اليمن واللي نسلط عليها الضوء في صباح بلقيس. طيب خلينا نقرأ بعض التعليقات اللي وصلتنا بمناسبة أو بخصوص سؤال حلقة اليوم، وهو ما أجمل لحظات العيد في طفولتك؟ ياسر كتب قال أجمل شيء هو الخروج مع العائلة وزيارة الأقارب والجيران والأصدقاء والحصول على العيدية. وهلال يقول أجمل اللحظات وهي تلك القلوب الصافية الخالية من الحزبية والمناطقية والكراهية اللي كنا نلقاها في صباح العيد. الله يألف بين القلوب. عاصم الشرعبي كتب قال عندما أسمع صوت تكبيرات العيد اللبس ألبس ملابس الجديدة وأخرج مع أصدقائي وأبي لصلاة العيد، ومن ثم نذهب للسلام على الأهل والأقارب. معنا كمان آخر تعليق من محمد الفقيه، أجمل لحظات عندي أخذ العيدية وأجلس سهران أعدها كم بتطلع، بعدين أسافر بها وأريح على نفسي وأجلس منتظر لصباح يعني متى يجي عشان يسافر. السؤال هذا يمكن ذكر المشاهدين بذكريات الطفولة لما كانوا يحتفلوا بالعيد بطريقة الأطفال. صحيح، وإحنا سعدنا جدا في صباح بلقيس إنه إحنا نحتفل معكم مشاهدينا بهذه الأجواء الجميلة في خلال هذه الثلاثة الأيام بالتغطية الجميلة اللي قدمناها لكم، سواء من التقارير أو التغطيات الميدانية اللي قدموها المراسلين والتقارير الجميلة اللي أتحفونا وأسعدونا بها. وبهذه الحلقة مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام حلقات العيد الخاصة من صباح بلقيس. نلقاكم إن شاء الله يوم السبت كالعادة في حلقات جديدة من برنامجنا. خليكم معنا إن شاء الله الأسبوع القادم العاشرة صباحا دائما في رعاية الله. السلام.